ما هي طرق معالجة الشذوذ الجنسي؟ لا شك في أن التقوى هي خير طريق، فهي الوقاية وهي العلاج، فكل الخير في التقوى، والتقوى ليست إلا تقوية الإرادة والشخصية الإنسانية ضمن الإطار الشرعي، فالإنسان الذي يستطيع ضبط نفسه عن الحرام فهو من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل، والذين أعد لهم جناته ونعيمها. أما بالنسبة إلى مشكلتك، فالمعالجة أسهل والتخلص من الحالة التي أنت فيها أمر هين لو اتبعت الطرق التالية. 1- كن واثقاً من أنك قادرون على التخلص من الشذوذ الذي تعاني منه بالتوكل على الله العلي القدير. 2- كن دائماً على طهارة ووضوء، ولا تنام إلا وأنت متوضئ. 3- كن ملتزماً بالصلوات في أول وقتها، وأكثر من تلاوة القرآن الكريم. 4- ابتعد عن كل شيء يثير فيك الشهوة، مثل الأفلام والصور والمشاهد الأخرى، ولا تفكر في مثل هذه الأمور. 5- ابتعد عن أصدقاء السوء، ومن يذكرك رؤيته بالماضي السيء والذنوب والمعاصي. 6- استغفر الله عز وجل من ذنوبك بكل صدق، وكن واثقا من أن الله عز وجل غفار للذنوب وستار للعيوب. 7- قرر على أن لا تعود لما سبق بأي ثمن كان. 8- صم في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. 9- حاول أن لا تكون بمفردك في المنزل أو الغرفة. 10- املأ أوقات فراغك بالمطالعة المفيدة والرياضة. 11- لا تلجأ إلى الفراش إلا بعد شعورك بالحاجة إلى النوم. 12- اسأل الله تعالى أن يعينك على ما تريد، وأكثر من قول اللهم صل على محمد وآل محمد. المصدر: مركز الإشعاع الإسلامي، بإشراف الشيخ صالح الكرباسي. إعداد: المكتبة الإسلامية الإمامية.